على بركة الله أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، مشاهدينا، هكذا تنطلق معركة أخرى، هكذا تنتظر نجوم حاضرة لامعة في سباقات الهجنة العربية الأصيلة. بعد ما تابعنا شوط المحليات الأصايل، كان الحضور والتواجد لكحال لسيد احمد بن بخي احمد بن عيلان بن بخيت بن كراز، مسجله توقيتا وقدره 8:22. ينطلق هذا الشوط، ينطلق هذا الشوط الكبير، هذه المعركه الكبيرة الحاضرة. بسم الله وعلى بركة الله نسير مع هذه النجوم الحاضرة، ما شاء الله تبارك الله. نظرا للأسماء الحاضرة في هذا الشوط، أوعدكم بحماس، أوعدكم بتحدي، أوعدكم بمعركة داعس وقبراء في تحدي هذا الشوط. ناخذ المركز الأول، الصدارة. الله 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 الله، في اثنان للسيد احمد بن محمد بن دقاش العامري الذي يقدم لنا هذا المسمى المميز على قيادة هذا الشوط. بينما المركز الثاني، ثاني المراكز وزن على المركز الثاني للسيد محمد بن حماد ابو خرايط، بينما المركز الثالث المرعوشة متواجدة عايض بن مفرح بن تويم الاحبابي، وصلت في هذه اللحظة تحرك براقة سيف بن خلفان بن راشد الغمزي على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز تتحدى هناك الحاضرة هناك القادمة في تحدي هذا الشوط، تتواجد الهبوب راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد المهيري على المركز الرابع. والمركز الخامس، خامس المراكز، بلشة سلطان في تحدي هذا الشوط، سلطان بن عيد بن سعيد الاكتبي يقدم لنا بلشة في تحدي هذا الشوط. هكذا التحدي للمركز ايضا الخامس، المركز السادس، وصلت كحال يوسلوم. الله 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 يا بن عيلان، الله يا بن عيلان، عاشق هذا المسمى، عاشق ايضا هذا المسمى، وبالفعل اسم على من سمى، اسم على من سمى. وصلت كحال بخيت بن عيلان بن بخيت بن كراز هنا يقدم لنا كحال اخرى، اسم اخر. كحل يا متابع، كحل عينك بهذا الحضور. وصول اخر، وصلت في هذه اللحظة متعبة، وصلت تحركت متعبة، القادمة متعبة على المركز السادس للسيد سعيد بن سيف بن زويدان بن حضير. أخرنا يا الكير، أخرنا يا الكير، تابع يا متابع، شوف وتابع، راقب الأسماء، راقب النجوم، راقب هذه الأسماء المنتظرة في أيضا هذا الميدان، ملتقى عمالقة المضمرين في طاحلة المضمرين. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول، إلى الرقص، إلى التغيير، إلى الصدارة، إلى المقدمة. بدأت هنا أيضا بالفعل بدأ التغير، وبدأت المعركة هنا، بدأ تثير المسار، بدأ تثير المسار، وبدأ الشوط يسير في قمة التحدي، في قمة الإثارة. الصدار كحال، الحضور كحال، على مقدمة
هذا الشوط بالمركز الأول على التحدي وعلى الصدارة على مقدمة هذا الشوط. اكحال لسيد بخيت بن حيلان بن كراز مسيطرة على المقدمة. المركز الثاني بلشة على المركز الثاني. سلطان بن عيد يقدم لنا بلشة في المركز الثاني حاضرة في ثاني المراكز. بالفعل بلشة تتواجد على المركز الثاني. سلطان بن عيد بن سعيد الاكتبي المركز الثالث، ثالث المراكز هناك القادمة والمتواجد المرعوشة لعيض ايضا عايض بن مفرح بن تويم الاحبابي. هكذا التحدي، هكذا الاثارة. اكحال لازالت اكحال على الصدارة، اكحال على المقدمة على المركز الاول، حاضرة على قيادة الشوط وعلى المركز الاول، مسيطرة تقود مسار هذا الشوط للسيد بخيت بن عيلاب بن كراز. المركز الثاني تتواجد بلشة سلطان بن عيد بن سعيد الاكتبي. المركز الثالث المرعوشة تتواجد عايض بن مفرح بن تويم الاحبابي. وصلت الهبوب تتحرك راشد بن سعيد بن مروشد على المركز الرابع. متعبة تقترب، متعبة على المركز الخامس سعيد بن سيف بن سويدان بن حضيرن الاكتبي. بدأت الأسماء تظهر في هذه اللحظة. شوف الوصول أخرنا يا الكير. نرى هناك أيضا أسماء قادمة، أسماء بدأت تنضم إلى المعركة، إلى المنافسة، إلى الحضور، إلى التواجد الكبير. وصلت معزة على المركز الخامس في هذه اللحظة، أو المركز السادس لسيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا أيضا المسار، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول، إلى الصدارة الأولى، إلى معركة هذا الشوط، إلى المعركة الثلاثية، إلى المعركة الثلاثية، إلى التقدم، إلى المسار. قدمنا هناك على قيادة الشوط. الله يا بلشة، تحركت بلشة، غيرت بلشة، بلشة ويا بلشتكم من بلشة، يا بلشتكم من بلشة. على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول سلطان بن عيد. الله، الكيلو المتر الأخير، شوط المهجنات. بلشة على الصدارة، بلشة على المركز الأول سلطان بن عيد بن سعيد الاكتبي. المركز الثاني هناك اكحال على المركز الثاني بخيت بن عيلاب بن كراز. يا سلام، تبقى النقطة الثانية. يا سلام على هذا الشوط، على هذا الأداء الجميل، على هذا الحضور المشرف. لا زالت بلشة مسيطرة بهذا الأداء، رقص ثنائي، حضور ثنائي على المقدمة. بلشة وكحال بن عيلان وبن هادوم هناك الصدارة. الله 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 يكحال الله الله يكحال الله انطلقت كحال تسجل النقطة الثانية. يا سلامي الفقع. سلام بو عيلان. النقطة الثانية، سلامي على هذا الأداء الجميل اللي تقدم كحال في هذا الشوط. بلشة على المركز الثاني، هناك شعار بن زيتون العنود تنضم إلى المركز الرابع، ولكن مقدمة الشوط البداية الصدارة. المركز الأول كحال. النقطة الثانية بخيت بن عيلان بن كراز السبوسي. سلام يا الفقع. النقطة الثانية على التوالي، تهانينا والناموس. المركز الثاني لسيد سلطان بن عيد بن سعيد. المركز الثالث لسيد سعيد بن مطر بن فالحة. والمركز الرابع والخامس معك يا كرار. التوقيت الزمني 8:28. تهانينا والناموس لسيد بخيت بن عيلان بن كراز على هذا الفوز والانتصار.